حياكم الله. إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت وكالة رويترز أنه رغم التخفيضات التطوعية من أعضاء منظمة أوبك للنفط في إطار الجولة الجديدة، إلا أن العراق ضخ في شهر كانون الثاني الماضي أعلى بكثير من الهدف المقرر له في الربع الأول. وتابعت الوكالة أن العراق والكويت خفض إنتاجهما بمقدار 140 ألف برميل يوميا في إطار الجولة الجديدة من التخفيضات التطوعية، على الرغم من أن إنتاج العراق ما يزال أعلى بمقدار 141 ألف برميل يوميا من الهدف الذي أعلنته البلاد للربع الأول من العام. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان العراق إيداع 618 مليار دينار في حسابها من قبل حكومة بغداد لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام. وقالت الوزارة إنه تم إيداع 618 مليار في حسابها المصرفي في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، وهما يشكل 65% فقط من إجمالي مستحقات من يتقاضون الرواتب في كردستان العراق. أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن أكثر من 64 ألف زائر عراقي وفد إلى تركيا خلال العام الماضي. وذكرت الوزارة أن عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال العام الماضي بلغ 64,185 سائحاً، وأن عددهم انخفض بنسبة 17% عن عام 2022. الوزارة أضافت أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا، تليها السعودية ثانياً ثم لبنان في المركز الثالث. تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى نحو 165 مليار، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام. وفوجئ المصريون بقرار مجموعة الشيع الكويتية تقليص أعمالها في مصر وإغلاق بعض متاجرها بسبب نقص النقد الأجنبي في البلاد، ما يثير قلق الخبراء من قدرة القاهرة على سداد ديونها الخارجية. وتدير مجموعة الشيع العشرات من العلامات التجارية العالمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. تباطأ توظيف الشركات الأمريكية أكثر من المتوقع في شهر كانون الثاني، يأتي ذلك بعد رفع الفائدة الأمريكية بأعلى وتيرة لها في أكثر من أربعة عقود وفقاً لتقرير التوظيف الوطني الصادر في واشنطن. وأضافت الشركة الأمريكية أن 107,000 وظيفة الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات تصل إلى 145,000 وظيفة بحسب استطلاع مزود البيانات المالية ريفينتيف. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.